في بحر القارة القطبية الجنوبية المتجمد، تلتقط العالمة الكولومبية أندريا بونيا صورة ذيل حوت أحدب، ما يوازي بأهميته دور بصمة الإصبع لدى البشر. وتعمل هذه الباحثة مع علماء آخرين منذ 2014 على تطوير كتالوج يعتمد على التحليل البصري للزعانف الذيلية لهذه الحيتانيات. La coloración y los patrones que tiene cada ballena es único, es como una huella digital. Entonces lo que hacemos es fijarnos en las diferentes marcas que tienen, las diferentes cicatrices y basados en eso y la coloración podemos saber específicamente qué individuo. ويعد التعرف على الحيوانات بالاعتماد على الصور الفوتوغرافية أمرا شائعا في دراسة الثدييات البحرية، ويستخدم تحديد الزعانف الذيلية بشكل أكبر مع الحيتان الحدباء نظرا لعلاماتها الفريدة وعاداتها في إخراج ذيولها من الماء أثناء الغطس. وتمكن فريقها من التعرف على 70 حوتا على مر السنين، ويأمل في إيجاد أثر بعض منها لدراسة تطورها أو تحركاتها أو حتى نموها. Lo que están haciendo aquí es precisamente alimentarse, entonces aprovechan esta gran biomasa de alimento que hay acá y durante varios meses están simplemente acumulando energía y más o menos en mayo, junio empiezan a subir hacia zonas más tropicales donde se reproducen. وبعدما واجهت لسنوات خطر الانقراض بسبب عمليات الصيد التجاري، استفادت هذه الثدييات من حظر دولي على صيدها منذ عام 1985، ما سمح لأعدادها بالتعافي. ويوجد حاليا في العالم 84 ألف حوت أحدب بحسب القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. الأنتاركتيكا es uno de los lugares más productivos del planeta, entonces seguramente todas estas aguas debajo de nosotros están llenas de krill y eso es lo que mantiene una gran biomasa de no solo de ballenas, pero también de aves y de otros mamíferos marinos. وتهجر هذه الأنواع مسافات طويلة للغاية بين مناطق التكاثر الأكثر دفئا وتلك الغنية بالغذاء في المناطق الباردة.